الخير مشاهد الكرام، تحية لكم عبر القناة الثالثة تلفزيون دولة الكويت. أقول كل ليالي شهر رمضان مباركة وحلوة وجميلة وفيها الكثير والكثير من فضل الله سبحانه وتعالى. عندما الله سبحانه وتعالى يكتب لك حياة وتعيش هذا الشهر الفضيل، وبالتالي الدعاء إلى الله والتقرب إلى الله وصلة الرحم في هذا الشهر الكريم سبحانه وتعالى. في نفس الوقت أنا بتكلم عن نفسي وأعوذ بالله من نفسي أنا أقول الله سبحانه وتعالى يعني حباني برحمة منه بصحة وعمر طويل من فضل الله سبحانه وتعالى، بأسرة إن شاء الله يا ربي صالحة محبة وعاشقة لبلدها بإذن الله، مثلي مثل 100% من المواطنين الكويتيين، وأنا لست منفردا في هذا الشأن وأسرتي ليست منفردة. لكن أنا أقول الله حباني في ذلك شيء، أني أنا ألتقي بمجموعة من أبنائي وأخواني الرياضيين، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. عندما ألتقي من طقة عمري أو أكبر سنا أو أصغر وأصغر، وأجتمع معهم من خلال هذا البرنامج، من خلال أشوفهم بالشارع، من خلال أشوفهم في الملاعب الرياضية، من هذه الأمور، وأشعر حقيقة بمحبتهم لي. نعم فضل الله سبحانه وتعالى هذه لي، لكن في نفس الوقت ترى هي محبة ليس لشخصي منفردا، لكن هي محبة أيضا لجيل من أمثالي اللي إن شاء الله أعطى للكويت الكثير والكثير، وهذه بحد ذاتها أنا أقول من نعم الله سبحانه وتعالى. أسأل الله في هذه الليلة المباركة أن يبارك الكويت في أبنائها، في أبنائها صغار وكبار، نساء ورجال، والكويت والله العظيم بغض النظر عن بعض المظاهر التي لا نرضاها كمجتمع كويتي عربي مسلم، إلا أن فيها من الشباب ما شاء الله تبارك الرحمن. جيتها في التقرب إلى الله موجود في المساجد الحمد لله، الذمة، الضمير، الإخلاص، الكثير والكثير متوفر حقيقي، كل هذه الأمور ترى موجودة في الشعب الكويتي. لا تنظرون إلى بعض المناظر السيئة، انظروا للجانب الآخر. أنا أشوفه وأعوذ بالله من كلمة أنا أشوفها في أبنائي وأخواني الرياضيين، فما بالكم أنتم كمشاهدين عندما تشاهدون في كل مكان على مستوى المجتمع الكويتي. لذلك أقول الحمد لله الحمد لله، اللهم احفظ الكويت يا رب العالمين بشعبها وبقائد مسيرتها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين. وأنا كل ليلة أدعو أن الله يحفظ الكويت ويحفظ أهلها ويحفظ قائد مسيرتها. الدعاء مستجاب يا أخواني في هذا الشهر الفضيل، نعم مستجاب، ونترحم على آبائنا وأجدادنا وشهدائنا، هذه فرصة طيبة والله يا أخواني. قول آمين يا رب العالمين. ما أبي أن يكون حديث ديني، ليس حديث ديني، ولكن هذه مشاعر حقيقة أنا أحملها لكل أهل الكويت ومن يشاهد تلفزيون دولة الكويت. قول آمين يا رب العالمين. لقد كانت بطولة سيدني بداية النهاية للأزرق الأولمبي عام 2000، بعد أن قدم مستويات رائعة ورفع اسم الكويت والعرب عالياً في سيدني، ولكن سرعان ما اختفى هذا المنتخب المثالي من دون سابق إنذار، وهبط أداء الأولمبي بعد انتهاء منافسات أولمبياد سيدني بأيام. في المرحلة الأولى لعب المنتخب الكويتي الدور الأول مع 3 منتخبات هي عمان وسوريا، حيث استطاع المنتخب الكويتي أن ينتزع البطاقة الأولى من الدور الأول بعدما حاز على 10 نقاط من خلال اجتيازه منتخبي عمان وسوريا محققاً صدارة المجموعة. أما في المرحلة الثانية فقد لعب المنتخب الكويتي في الدور الثاني من تصفيات سيدني ضد منتخبات السعودية وقطر، ولا شك أن المنتخب السعودي والقطري كانا مقاربين في المستوى للمنتخب الكويتي، ولكن خبرة الأزرق أكسبت الرهان في الدور الثاني، وبرصيد من النقاط أهله لاحتلال المركز الأول
والتأهل إلى أولمبياد سيدني 2000 بكل جدارة واستحقاق. لقد أثبت منتخب الكويت من خلال مشواره في التصفيات القدرة على الفوز على أي فريق. وبعد بداية المنافسات الأولمبية، واجه الأزرق الأولمبي في باكورة لقاءاته منتخب الكاميرون الذي توج بطلاً للمنافسة بعد ذلك، حيث خسر الأزرق بنتيجة مشرفة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، واستبشرت الجماهير الكويتية خيراً في هذا المنتخب. وفي المباراة الثانية فاز أزرقنا الأولمبي على منتخب أوروبي عريق وهو منتخب تشيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملحمة لا تنسى. وفي آخر مباراة له في النهائيات توجب على الأزرق الفوز على منتخب أمريكا، ولكن بسبب الأجواء والأمطار في تلك المباراة خسر المنتخب الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وخرج بشرف محتلاً المركز الثالث في مجموعة الموت. تحدثت في المقدمة عن إخواني وأبنائي وقلت أنا محظوظ فضل الله سبحانه وتعالى عندما ألتقي بهذه المجاميع من أبناء الرياضيين. هذه مجموعة الليلة حقيقة وأشعر بحب لهؤلاء، راح أسولف فيهم عن أمور كثيرة، ولكن أيضا هؤلاء أو هذيلة زين باللهجة الكويتية المحلية القحة، هذيل أيضا قدوة من الشباب، وأنا يعني أصر على هذه الكلمة قدوة لأبنائي شباب الكويت، وراح أتكلم عن هذا الجانب. لكن خلني أقول لكم منهم هذه القدوة: صالح البريتشي، بارك عليك باقي شهر رمضان، كل عام أنتم بخير، والله يتقبل منا ومنك الصيام والقيام. منا ومنك يا أبو مشعل، وأقول لكم بارك عليك الشهر، وهذا يا أبو مشعل بالأمانة الفرصة لي الثانية لك معاك في الأيام الجميلة هذا العام في رمضان، والسنة هذه المرة الثانية بالأمانة هذا شرف لي يا أبو مشعل، وأحب بارك بالشهر على المشاهدين الكرام. الله يبارك فيك. وقدوة أخرى، أنا ما قاعد أقول لكم مشاهير ونجوم وغير، هذه خالصين منها ومتأكدين منها، ولكن أقول قدوة حمد الطيار، بارك عليك الشهر يا حمد، عين عليك وأنت بخير وعساك من عواده، عين عليك تبارك وتقبل طاعتكم وصيامكم. أمسي عليك عمو مشعل، أمسي على السادة المشاهدين، وأمسي على أخوي صالح. انت ذكرت المقدمه قلت ان انت محظوظ، صدقني يعني ما تتخيل احنا حجم السعاده اللي احنا فيها، احنا المحظوظين احنا قاعد نلتقي فيك، واحنا محظوظين ايضا اعتقد حتى كلام هذا المشاهدين ان يتباركون فيك ويشوفونك بالشهر الفضيل ويشوفونك يا عمو مشعل دائما انت ملح القناه الثالثه وملح البرامج الرياضيه، ودائما انت بوجودكم التاريخ والارث والامور دائما احنا نحس براحه وطمانينه ان القناه الثالثه بخير وتلفزيون الكويت بخير، اللي فيه ناس مثل محمد المسند شخص دون ورصع بالتاريخ الرياضي الكويتي. فاحنا المحظوظين مو انت المحظوظ، لكل الشكر وتقبل طاعتك، وايضا ابارك حق اخوان المشاهدين ما تبقى من الشهر. الله يجزيك خير، الله يجزيك خير. اعطونا التقرير لو تكرمتوا الان عشان نسولف بعدين. استطاع خلال فترة لعبه أن يكون أحد أفضل لاعبي خط الوسط وأن يلفت الأنظار إليه، كما تسلم تركة أصعب الخطوط بعد اعتزال نجوم كبار. تميز الخلوق صالح البريتشي بالهدوء وحسن التعامل مع الضغوطات وسخونة المواجهات. النجم السلماوي الذي ولد عام 1977 تألق في أولمبياد سيدني 2000 بمركز جديد، ولكنه رفض الاستمرار بمهمته ليعود تحت قيادة المدرب الألماني فوكس إلى المكان الذي برز فيه سابقاً بعدما توهج في خليج 15. لن تنسى جماهير الرهيب عطاءات البريتشي ذاك الدينامو
الفنان الذي قدم تمريرات سحرية لرفاقه. مسيرة طويلة قضاها بالملاعب وتراوحت بين المد والجزر على الصعيد الدولي، خاصة بعد تراجع مستوى الأزرق. بس برد على جزئية من ولدي حمد الطيار جزاه الله خير، عندما تطرق إلى موضوع القناة وأنا ملح القناة وأنا إرث، يمكن أنا إرث، نعم جزاك الله خير ولدي حمد ما في شك، لكن من فضل الله سبحانه وتعالى الآن أبنائي وإخواني الموجودين الزملائي سواء مقدمين البرامج أو في أي عمل موجود في القناة، أنا في اعتقادي هم نوعية أقولهم بارك الله فيكم، استمروا على هذا النهج وأنا أفخر فيكم، وإن كنت لست مسؤولا عنكم لكن أنا أخوكم وزميلكم في هذا الجانب، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا ينطبق على ما قلت في مقدمة حلقة الليلة. عموما صالح البريتشي، قبل أدش في موضوع الكرة وما الكرة والمباريات وغيره والتاريخ وما أصاب صالح وما أصاب حمد الطيار، أنا أسولف عن رمضان دائما في بداية رمضان وأتكلم عن يعني هذا الشهر الفضيل، متى بدينا نصوم، هل أنتوا أعماركم نفس أعمارنا أو اللي أكبر نصوم يوم ساعات وساعات نص يوم وساعات نشرع، ما تعرفون تشرح بعضها بالبرمة، احنا قبل احنا البرمة والحب ما شابه، خزون صالح على هذا الجانب. ابو مشعل يمكن والله مثل ما تفضلت يمكن الايام ما تختلف يعني يمكن بس السنين تختلف يعني، بس مثلا اي اول ايام صيام تقول كنت تنحاش من الاهل تروح تاكل لك شيء بالغرفه ولا تمضمض ماي تشرب قلاص ماي كامل لكن يطلع منك نقطه ماي انك متمضمض، فاعتقد هذه وراثه مرت على الاجيال كلها يعني اول بدايه الصيام مثلا خلينا نقول 7 سنوات 8 سنوات الأمور هذه، لكن بعد الحمد لله عقب ممكن ما كبرنا شوي وفهمنا شوي لا كان تم الصيام يعني بشكل صحيح، قمنا نصوم حتى أيام المدارس كانت تكون علينا صعبة شوي، لما كانت أيام مدارس يمكن لما يحوشنا رمضان بأيام المدارس كانت تكون علينا صعبة شوي، لكن مثل ما تفضلت مشعل كنا نزرق أيام يوم ويوم صوم ويوم ما تصوم في بداية الأيام، لكن بالأمانة بعدين لما كبرنا خلينا نقول 9 سنوات تقريبا لا التزمنا بالصيام الحمد لله والأمور كانت طيبة تعودنا عليه، وطبعا ابو مشعل الحين نشوف عيالنا ايضا نفس الشيء ترى يمكن ها عيالنا الحين نفس الشيء قاعد يسوون يتورثون الاجيال يوم يصومون يوم يزرقون بالغرفه وانت تنبش وراهم في شيء ولا ما في شيء. يبقى في شغله برمضان يمكن في جيلنا وبعدنا زين، لما كانت الكويت غير الكويت الان كفرجان تشوف الصبيان والبنيات يتخطرفون في النقصه، هذه مودي الجيمات، هذه مودي شوية هريسة شوية تشتب، وخاصة عاد النافلة مثلا يوم الخميس، بس خاصة يوم الخميس تشوف بالفرجان تشوف الحركة، هل لا تزال هذه موجودة؟ هل في أعماركم أتكلم عن فترة الصغر اللي أنت فيها؟ فترة كنا فيها بالمشعل لما كنا صغار بالأمانة كانت موجودة يعني يمكن 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 نفس أيامكم أو قلت يمكن شوي، لكن كانت موجودة بالأمانة، كنا إحنا نودي النقصة أو مثلاً الأهل يودون النقصة، لكن بالأمانة لو بتكلمنا بالوقت الحالي بالأمانة فقدنا الشيء هذا، يمكن لو توصل لك حتى نقطة من جيرانك تلاقي الخدامة هي جايبت لك إياها يعني حتى مو العيال ولا مثل بيته، فقدناها صراحة يعني هذا إذا كان في نقصة حالياً يمكن الحين ما في بالأمانة يمكن الحين وين تحوش، لكن أيامنا لما كنا إحنا صغار لا والله كان يومياً هالصحون والدور من بيت لبيت بالأمان، وكنا احنا نوصلهم بدينا يعني، فكانت أيام بالأمانة جميلة يعني، صحيح رمضان أيام الحين نفس ما أيام ما كانت في أيام السابقة أيام جميلة وحلوة بشعائرها، لكن فقدنا الطابع مشعل اللي هو خلينا نقول الشعبي اللي احنا متعودين عليه، مثل ما تفضلت مشعل كل واحد يوصل نقصة من بيت لبيت، اليهال تشوفهم بالفريج يفترون، لكن احنا ما تشوف حتى عيالك انت تخاف تطلع بالفريج يعني الأحوال صارت كذي يعني مو نفس أيام قبل، يمكن تشوف انت يمكن انت تفطر بيت صاحبك جيرانك يمكن كل يوم تفطر وهذه تفطر وهذه تفطرني، لكن هذه الايام ما قمنا فقدناها بالامانه. تغيرت الامور يعني حمد يعني قبل نزل تقرير عن هو صالح حتى الان مواضيع المواعين مات النقصه اذا كانت والله مثل شوي ثمينه محطوط اسم ام فلان ها مو بيت فلان بعد مو بيت حمد الطيار او صالح البريتشي يا ويلك اذا ما رد زين
وساحات لا والله يكون منها القصدير او ابو شاب. لكن مثل ما تفضل صالح قبل انت وانت صغير ويمكن انا وانا صغير قبل احنا اللي ندابج صح، الحين مفضل الله شغاله يمكن انا الجيل اللي يمكن بعد صالح، فاحنا صالح احنا يمكن جيل صالح يقول احنا جينا كنا نتريق ونتم طول اليوم صيام واحنا صغار، فيعني كان في ريوق بس طول اليوم تصايم ريوق تريق وتم عشان تتحمل الصيام. ولكن يمكن انا اختلف مع اخوي صالح في جزئيه النقصه. النقصه انا اشوف انها لا زالت موجوده، يعني مثل ما تفضلت اللي هو الاسم موجود، وبس طبعا اذا الاسم معناته في امل يرجع لك الصحن. فيعني وهذا اللي ما جوب عليه الكويت دائما، يمكن اذا يعني تودي الصحن مالك او تودي النقصه مالتك ترجع لك بعد ذلك في اليوم اللي وراه طبخوا البيت اللي مودي لهم ترجع لك. بس يمكن اتفق مع جزئيه انه في السابق كان يمكن يعني هو الولد هو اللي يودي النقصه هذه يشعر بقيمه رمضان. الان يمكن مثل ما تفضلت فضل سبحانه وتعالى يمكن الله يعني رزقنا بناس معاونين يمكن هم اللي يؤدون الدور هذا. بس يمكن في جزئيه يعني صارت مثل فكاهيه في رمضان، انه يعني صار الجدر اللي توديه يدور على بيوت الناس كلها، فمثلا انت اودي حق بيت صالح، صالح بيت ما ياخذها يودي لك اياها انت، فانت ترد لي اياها، فانا انقص صحن يرد لي طريقه غير مباشره. فيعني بس ترى بحد ذاتها ترى النقصه بلا شك يعني تبادل مشاعر يعني في اعتقادي، ليست مثلا والله بيت صالح او بيت محمد او بيت حمد ما عندهم مو مسوين هريس اليوم او مو مسوين ريش او غير او هو تنوع بالاطباق. يعني انت الحين لما مثلا تلقى مثلا ربة المنزل او الشخص المسؤول عن الطباخ يطبخ لك، انت متعود على اكل معين، ولكن التنوع هذا اللي يكون مثلا بيت الجيران، التنوع مثلا في الاكلات الشعبيه سواء مشبوس دياي او مشبوس لحم او التشريب او الهريسه او الجريش، هذا لما يجيك التنوع تشعر انه يعني تشعر بقيمه رمضان، تشعر ان الدنيا يعني لا زالت بخير، تشعر بالبهجه، تشعر بالالفه، باللمه اللي فيما بيننا احنا ك ك ك ك كاسر كويتيه. فيعني الله يديم علينا دائما المحبه ويديم ترى قبل الصبيان والناس وهو رايح مودي النقصه زين كان هالجيمات كل شيء اخذ له واحده شويه اشيك شيك على مغادير ابو مشعل، شيك على مغادير زينه ولا مو زينه؟ لا مقادير بالتالي تقرير موجود مع صالح صاحب رجل، خلينا نتكلم عنه. يبقى في رمضان دائما احنا نسال تبقى شبابكم انتم سواء المدرسه او ذيك الساعه بعد ما دخلت حتى الابتدائي بالسكه، خلينا نتكلم عن الفتره هذه وشنو قيمتها؟ شنو لذتها؟ بغبرتها؟ بشنو؟ بساطتها ابو مشعل والله، يعني ببساطتها، يعني خلينا نتكلم ببساطه مثلا بداياتنا لما كنا صغار، ببساطتها بالامان يمكن خلينا نقول بالفرجان، كل لاعب كره قدم يمكن بدا بالفريج، ما في لاعب بدا بنادي على طول، كل لاعب بدا بالفريج. يمكن خاصه لو نتكلم على ايام رمضان كنا دائما ندور الدورات، سواء كان كنا مش نلعب عصر والليل واي وقت كنا نلعب. فاعتقد يعني ببساطتها ابو مشعل كانت هي اللي تميزها بالامانه في السابق، يعني العصر اللعب العصر وبالليل ابو مشعل 24 ساعه شغالين احنا قبل، بس من تزعيم اي بس من يعني حسب المنطقه، حسب المنطقه اكيد يعني المنطقه. انا بالسالميه سالميه والرباطيه هذه والله بالسالميه كل فريق ولا الثاني وكل براحه ولا الثانيه وعندك فريق مش عندك فريق والملعب وين تروح له، يعني في اماكن ملعب معين لازم تلعب فيها، كأنك قاعد تلعب على ارضك اوي وهم. هذا لما كبرت ولا بعد؟ لا لا الحين يعني احنا صغار، بس بعدين يمكن لما كبرنا مش لما دشينا النادي شوي يمكن صار النادي ملزمنا شوي، يمكن حتى في الدورات ما كنا نقدر نشارك براحتنا، كنا نشارك بالدورات يعني خلينا نقول اللي متاكدين ان المشرف ما راح يطيح علينا بالدوره الفلانيه عشان لا نتوقف من النادي، يعني النادي كان حريصين علينا. هذا خلف النادي بالضبط، يعني كنا بالنادي مو مشعل، خاصه لما يكون رمضان يا فتره الدوري شغال يعني مو فتره الصيف، فكاننا دائما يعني نحرص ان نروح نشترك بدورات ما تكون قريبه من النادي، او نتاكد ان المشرف ما يمر الدورات هذه او الدورات المعروفه اللي تكون العين عليها، بحكم ان النادي خايف على مصلحتك انك لا تتعور في دوره او بلعب مثلا سكه، فكنا ندور دورات اللي ما تكون عليها العين عليها، فكنا نشارك فيها بالامانه. لكن لما يطيح علينا مثلا مشرف يعني ابو مشرف قبل يمكن المشرفين كان بالامانه يعني او الكشافين ايضا كانوا نشاط مو نفس الوقت الحالي، الحين يمكن نفقد الامانه شيء بالامانه الشيء هذا انه ما في كشافين او مثلا مشرفين، يعني الله ما يعني ما نبخس حق الكل يعني، لكن قبل كان المشرف يفتر يعني ما يخليك تلعب متابعة. براحتك في متابعه كان في متابعه للاعب، احنا كنا مراحل سنيه يعني مو الفريق الاول مو مشعل، فكنا ننخش مثل ما نقول لك نروح ندور الدورات مو مشعل اللي بعيده واللي فيها ليتات اللي في ليتات الخط السريع كنا اضمع عشان لا يشوف وجهك عدل بعد. ففي الامانه يعني كنا شوي من حدين لما دشينا النادي
حرص على النادي طبعا على اللاعبين، ما كان يحب انه يكون يشارك في الدورات الرمضانيه بحكم خايف على اللاعب نفسه. وصح حمد، يعني اذكر وانا حقيقه عضو لجنه منظمه لدوره عبد الله بشار رضان، نعم. الان 40 عاما ما شاء الله تبارك الرحمن، كثير من اللاعبين قبل راح نقل التلفزيون نتكلم هذا زين، كان في تصوير عباره الاخوان في 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 التلفزيون يسوون برنامج عن الدوره، فكثير من اللاعبين يحبون يلعبون بالدورات، لكن في نفس الوقت يخافون من الايقاف. يعني هو مثل ما تفضل اخوي صالح، هي حقبتين، حقبه ما قبل النادي وحقبه ما يعني ما بالنادي وبعد النادي. يعني ما قبل النادي اتفق مع اخوي صالح، يعني كان اللعب اللي بعد الفطور يعني هو اللي كانت السمه الغالبه. بعد الفطور غالبا تقضيه في لعب الكره الى قبل الاذان بنص ساعه، تاخذ شاور وتفطر. اذان الفجر. لا اذان المغرب. اذان المغرب. اي انا اتكلم عن فتره قبل الفطور العصر. اي. غالبا احنا بعد ما ترجع من المدرسه خلاص تقضي الوقت العصر هذا كله في لعب كره الى ما قبل الفطور ترجع تاخذ شاور وتفطر. بس طبعا مثل ما تفضل الدورات الرمضانيه يمكن اخذت منحى اخر. الدورات الرمضانيه صار فيها متابعه وصار فيها انه والله تبدا تحرص انت وحتى المشرفين. قبل بداية رمضان يعني يا شباب أرجوكم لا تشاركوا في الدورات الرمضانية، أن أنت أمر الحفاظ على نفسك وأنك تحاشي الإصابات غير موجود. قاعد تلعب في دورة تنافسية، الكل يسعى إلى نفس الهدف، فاللاعب يلعب ضدك ما راح يفكر أنت لاعب نادي فيتحاشى أو أنه مثلا والله يكون مثلا أليف وياك في اللعب يفوز. فتلقى اللعب الخشن والإصابات في لاعبين كثر يعني تعوروا وأصيبوا في دورات رمضانية كلاعبين أندية، يعني في دورات رمضانية أصيبوا. فلذلك ان اصبح المشاركه كلاعبين انديه مشاركه في الدورات الرمضانيه اصبحت محظوره ويصير في متابعه. مثل ما قال صالح يعني انا اتذكر وهو صالح قاعد يسولف انا قاعد اتذكر انه فعلا في ناس كلمونك يعني يلا ترى الحين رمضان، وقتها ما كان نقل الاسماء الحين يعني وقتها ما كان في متابعه، كل واحد بيكون فريق يلا جاهز رمضان، اقول له والله صعبه رمضان صعبه رمضان يعني كله عليها، شوف دوره ثانيه جوائزها زين ونيويورك زين. شاركنا دورات احنا طبعا في دورات شاركنا فيها كدورات، ولكن تحرص على الدورات اللي ما يكون فيها متابعه او ما يكون فيها شخص تدري انه هو راح يكون موجود في، لان لو بلغ عنك بس وانت غالبا تلعب قبل بعد الفطور، بعد الفطور وقت تمرين، فانت تعذر من التمرين تقول والله انا مثلا اي عذر كان عشان ما تروح تتمرن، في المقابل انت موجود في دوره رمضانيه. اذا احد شافك الدوره الرمضانيه وبلغ النادي الايقاف. هل الدورات الرمضانيه ابرزت لاعبين؟ قدمت لاعبين للملاعب، والا هؤلاء اللاعبين اساسا لا ينتمون الى الانديه ولا يحبون عمليه الارتباط بالانديه؟ مش عارف، في لاعبين يعني برزوا خلينا نقول في الدورات الماضيه لكن ما لعبوا بالنادي، لان يعني في لاعبين مش ما يبي الالتزام، خاصه اللاعبين خلينا نقول السكه اذا ما كان لاعب خلينا نقول لاعب من صغره بالنادي. على كوا في لاعبين مش عارف فنانين في الدورات الماضيه نشوف احسن من يعني لاعب، خلينا نتكلم عن نفسي احسن مني وايد انزين، لكن لما يجي النادي ابو مشعل انه ما يحب الالتزام، النادي انت ما تعرف مشعل ما يتلعب على راحتك نفس لعب السكه ونفس الدوري الرمضاني، مو على كيف عندك خطه وعندك التزام في ملاعب. ايه ففي لاعبين والله وايد يونا، وانا اعرف يعني ربعي وايد مشعل يعني ما شاء الله يملكون مهاره عاليه، لكن لما يجي النادي ما يحب يشارك في النادي بحكم انه ما يبي يعني يلتزم او يتقيد كخطط كتمارين، ما هو لعب سكه نفس ما تلعب على راحتك او توقف متى ما تبي تركض. ففي لاعبين وايد يعني خسرتهم الملاعب بحكم انه هو هواء انه ما يبي الالتزام. اعطونا التقرير اللي عندكم لو سمحتوا. تزامن مولده مع تأهل منتخبنا الوطني الى مونديال اسبانيا عام 82. مرت السنوات وقدم لنا السفير الكضماوي كعادته لاعبا لفت الانتباه له منذ ظهوره الأول على المستطيل الأخضر، إنه اللاعب الخلوق حمد الطيار. في نهاية التسعينيات ومطلع الألفية ثبت الطيار أقدامه بقوة مع الأزرق حتى بات صانع ألعاب لا يشق له غبار وأحد أهم لاعبي منتخبنا الوطني. امتاز الطيار بالثقة الكبيرة وقراءة خصومه، كان مصدر تمويل للمهاجمين لما امتاز به من فكر وفن كروي سواء مع نادي كاظمة أو الأزرق الكويتي. أنقذته العناية الإلهية في عام 2007 بعد تعرضه لحادث خطير، وظل يعاني لفترة طويلة، ولكنه بإرادة وعزيمة تخطى كل المصاعب.
حمد الطيار. والحديث ايضا عن بدايه صيام حمد الطيار، وانا اعرف الوالد وحرص عليك وعلى اهلك وكذا، تكلم عن هذا الجانب ايضا، الصغر وصيامك وفريجكم. يمكن احنا انا كنت محظوظ انه كان ورا بيتنا في ملعب وقريب جدا، يعني ملعب انا في العدليه وفي قطعه اثنين، فكان ملعب المنطقه كان ورا البيت يعني خطوات، فكنت محظوظ في الجانب هذا انه يعني لعبنا فيه ملعب. لعبت فيه؟ لعبنا فيه. فالملعب هذا اذا 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 ما كان في دوره رمضانيه نطالعها ونتابعها احنا نلعب في الملعب هذا. فكان الموضوع هذا كان يعني كنا محظوظين جدا في انه موجود الموضوع هذا، واذا ما كان في 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 ملعب اللي ورا البيت ايضا كان نادي كاظم قريب من البيت، نادي كاظم ايضا في العدليه. نعم. فكنا نذهب الى 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 ملعب ملاعب النادي ونلعب، يعني عندنا فرصه نلعب يعني، وهذا كان في يعني فاتح لكم المجال؟ فاتحين مجال كارمة. نعم اي يعني قبل قبل الفطور. بعد انتم مو منتمين الى النادي ولا شيء توكم؟ قبل الفطور كان نعم كان يسوون دورات، لحين ما انتمينا حق النادي، قبل الفطور كان في دورات يعني تقام على بعض الملاعب، ما كان الملعب يعني عادي ممكن اي احد يستخدمه، ولكن الملعب اللي كان ورا البيت اللي في في في, في الملعب التراب هذا كان ممكن اي احد يستخدمه، عندك فريق نسق مع المنظمين او اللي ماسكين الملعب وتقدر تلعب في الملعب. ولكن طبعا بعد النادي اصبح الامور يعني قد تكون يعني اسهل شوي في عمليه التنظيم. ما تصير هوش حمد على الملعب هذا اللي اللي اللي, اللي لا يكون في شخص مثلا في شخص مسؤول عنه يعني ينسق انه ترى والله باكر مثلا راح يلعب فلان وفلان من الوقت هذا للوقت هذا، خلاص الملعب تقريبا محجوز لهم. هو ما في السابق ما كان اليه دفع، وكان موضوع يعني هو المتاح لاهالي المنطقه، فيكون في تنسيق مع شخص ان الشخص هذا هو المخول بالتنسيق مع اللي يرغب بانه يلعب في الوقت هذا. فكانت الاليه جدا بسيطه والاوليه حق اهل المنطقه، فاحنا كنا يعني حريصين، واذا كان مستواك زين تلعب زين شويه، اللي بيلعب دائما يحرص عليك بعد سباك التعال، انت كنت صغير بس يشوفون مستواك زين فيقول والله ترى احنا باكر نلعب تعال، فتكون بشكل دايم انه خلاص تدري ان الناس راح تستعين فيك، واذا كانوا حتى لو كانوا ناقصين ما يعرفونك ناقصين تعرف تلعب كره اي تعال ادخلوا ويانا ويجربونك، فتكون يعني محك لك انت. لعبتوا اذا مجاري في حواليكم الفيحة، حواليكم الخالدية، نعم، حواليكم الروضة، كل هذه المناطق، نعم، قابلتوا فرق، من هو فريقك؟ هل حمد يعني كان من البداية ما شاء الله تبارك الرحمن زين قبل يصبح نجما؟ أنا كنت صغير وايد وكنت ألعب مع اللاعبين هاي العدلية الكبار، وهاي العدلية الكبار كان مثلا محمد إبراهيم كان يلعب، ونواف كان بيتهم العدلية، اي بيتهم العدلية صح، اي وكان يعني قريب من بيتنا، فمحمد ابراهيم واخوه عدنان فكانوا عندهم فريق، فانا ياخذوني كنت صغير وايد عليهم، بس يشوفون انه مستواي زين فتعال العب ويانا، خليك مثلا على الجناح العب ويانا، فكنت العب وانا كنت يعني فارق العمر كبير، ولكن يعني وكان اللاعبين يعني النجوم اللي كانوا موجودين يمكن ما كانوا اغلبهم معروفين في انديه، ولكن كانوا نجوم كفريق يلعب في السكه، ويعني مثل يعني صالح يعرف اللعب في السكه مختلف تماما عن اللعب في الملاعب يعني العشبيه، لان هناك في التزام في يعني في تنظيم، لكن في ملاعب هذه يكون قد يكون يعني يمكن تكون ربع ديوانيه واحده بس في هوشات وايد في طيب شهر فضيل يقلل من الشيء هذا انا في تحدي مو شيء في فلوس في هوشات هذا اللي قاعد اقول هذه مشكله اي ولا يعني اتذكر انا يعني مره كان عندنا فريق وكان فريقنا قوي فكلمونا انه في طبعا ما كان في رمضان يعني ولكن اتكلم عن جزئيه اللعب في يعني نعم. في السكه فكان في تحدي من يعني من يعني يكون في تحدي عشان جوائز معينه فيكون التحدي هذا اشبه بانها تكون مباراه يعني نار شيء مو طبيعي وتشوف جمهور وتشوف انه يعني كانك انت يعني لاعب يعني مدرج والحضور هاي المنطقه فيكون الله يساعد الحكم اللي بيحكم هذه المباراه ضغط عليك اكثر من هاي مشان الحكم الضغط عليك كثير وانت مطالب يعني انت حتى كلاعب انه بالنهايه الجوائز راح تكون يعني تسوى انك انت يعني انك انت تلعب في المباراه هذه وتعطي كل ما عندك ويكون في التضحيه ويكون في جوائز ماديه ولا كاس ماديه قبل كلها ماديه قبل كلها ماديه في الوقت هذا كان في ماديه اي قرقش اي كان انت شنو وقت احنا لا احنا جيل كنا زين ما كنا جيل يعني جيل قديم مثل مسجلات ولا لا كنا جيل في قرقش تسوى يعني جوائز تسوى قرقش تسوى يعني عود صالح البريتشي ما شاء الله أصبحت نجماً لا الله تبارك الرحمن نجماً كلاعب لكن في نفس الوقت النجومية مستمرة معاك المفضل الله هذا سبحانه وتعالى إن ليش أقول الكويت محظوظة وتلفزيون الكويت محظوظ أيضاً
بوجودك وجود وليدي حمد زين كمحللين فضل سبحانه وتعالى، والناحية العلمية معاكم أيضا أصبحت لكم مكان فضل في 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 الناحية العلمية، كل واحد ما شاء الله في مكان مهم وهو العلم والتعليم. خلينا نجيب سيرة صالح والحديث، شلون أصبح لاعب؟ مش يمكن أنا شوي أختلف عن حمد وضعي بلاعب، حكم بيتنا كله لاعبين يعني، وخاصة أخوان الأكبر مني عادل وليد خالد كانوا كلهم أكبر مني يعني، فكانوا كلهم ينتمون لنادي السالمية، فأنا شيء من الشيء الطبيعي إني راح أسحب معهم حتى لو كنت أشجع أي نادي ثاني، وصل لك غصب عليه راح أروح معهم نفس النادي. يمكن من بعد لعب السكة والأمور هذه ومشعل تدرجنا في النادي من مرحلة خلينا نقول المدرسة الأشبال للشباب للناشئين يعني، وصلنا في الأول، لكن كله طبعا عن طريق يعني إخواني هم اللي سحبوني للنادي بحكم أن كلهم ينتمون لنادي سامي، كلهم من أسرة رياضية والحمد لله يعني. يمكن أنا بالأمانة يعني كنت محظوظ بمشعل إني كنت من ضمن الأسرة هذه بالأمانة، وكان الوالد الله يرحمه أسرة كريمة الله من يعني. الناس مهتمين بالرياض، وكان منهم من مؤسسين نادي السالمية، فأعتقد أنه يعني غير يمكن عن يمكن حمد بالصدفة أو أنه مثلا بحكم بيته بعدالية صار نادي كاظم قريب يومهم راح النادي يعني، لكن أنا من حكم أسرتي أنها كرياضية فانسحبت معاهم إلى النادي، يمكن أحسن ما كنت يمكن الناس ثاني يمكن يعني مارست شيء بحياتي كان بالنسبة لي شيء زين يعني، غير يمكن لو أروح مكان ثاني ما كنت وحيد أو مثلاً ما كانوا ميول أهلي في الرياضة يمكن ما أكون يمكن في المكان هذا، والحمد لله يعني سواء كنت وقت ما كنت لاعب أو الوقت الحالي اللي كنت مثلاً كنت محلل في القناة الثالثة. لكن بمشعل هذا يتم مثلاً على اللاعب نفسه أو على الشخص نفسه، مشعل إذا كنت حاب الرياضة يمكن أنا كنت أحب الرياضة، لكن وقتها يمكن لو مو اخواني لاعب يمكن امشي بس بالسكه وخلاص. بس ما كانت على حساب دراستك؟ لا ابد مش الحمد لله يعني، حتى منذ الصغر ما كانت على حساب منذ الصغر مش الحمد لله يعني. المدرسه كان لها دور وكان لها ارتباط ايضا حتى مع الانديه. اكيد مش على قبل المدارس انا كنت جايبك على المدارس، حتى المدارس مش كان في كشافين في المدارس، هذا يمكن احنا كذا برامج نتكلم نقول وين اللاعبين الوقت الحالي ما في، لان مش على الكشافين ما كان موجود قبل. احنا كنا نلعب في دوري المدارس، دوري المدارس كان في دوري المدارس او دوري الفصول، حتى مو المدارس دوري الفصول يصير بين الفصول بالمدرسه، كان في كشافين من الانديه تيجي تنقي اللاعبين يعني، كنا احنا نشوفهم، لكن يعني بعض مرات يجونك نادي من انديه ثانيه كشافين انه بياخذونك، لكن تفاجئونك انه مسجل بنادي السالميه او نفس الحمد تلاقي مسجل بنادي كاظمه، فخلاص راح عليهم اللاعب هذا. فهمت قصدي؟ فانه بالامانه كان في كشافين قبل، لكن الوقت الحالي الان افتقدنا الشيء هذا. هذا ينطبق على حمد ايضا نفسه. نعم يمكن اتفق بجزئيات كثيره ذكر اخوي صالح، يعني يمكن اول متابعه في المدرسه يعني كانت متابعة بالمدرسة كلها، يعني أنا أتذكر في ابتدائي يعني كان في دوري المدارس في ابتدائي، وكانت المتابعة يعني أتذكرها أقول إن يعني الله لهالدرجة كان الموضوع، وكانت يعني حتى من المسؤولين على المدرسة ترى البطولة مهمة بالنسبة لنا، وفي كشافين مثل ما تفضل أخوي صالح يتم انتقاء اللاعبين من خلال البطولات هذه. بعد ذلك طبعا المرحلة المتوسطة وإلى الثانوي يبدأ يكون الموضوع أكثر يمكن أكثر حرصا من قبل الكشافين على انتقاء اللاعبين، واللاعبين كثر يبينون في الاماكن هذه، يمكن فرصه الالتحاق في الانديه قد ما تكون متوفره لاغلب اللاعبين، يمكن يعني في بعض حصلت لهم فرصه ان ينتقلوا للانديه، ولكن في لاعبين ما صارت لهم فرصه ان ينتقل حق نادي او انه مثلا يجرب نفسه في وضعيته في النادي، ولكن المدارس هذه اتاحت الفرصه للاعبين كثر ان يبرزون بدون ضغوط، الكشافين يتم يعني اختيار احد اللاعبين، وبعد ذلك يتم تسهيل في الانضمام الى النادي، وشفنا لاعبين كثر برزوا في المدارس وتم الاستعانه فيهم في انديه وكان لهم شان كبير. في نقطه مهمه في اعتقادي الان يمكن حتى جيلكم اصبحت الاسره حريصه على العلم، نعم، وخوفا على مستقبل الولد زين اكثر مما كان قبل، يمكن من السهوله اذا ما الله وفقه في 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 دراسه طلع من متوسط بيلقى له وظيفه. صحيح، اصبحت العمليه مو ثانويه عامه، اصبحت لابد التفكير في 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 معدله شنو بالثانويه العامه يفكرون الاسره، هذه اصبحت ايضا نتكلم عن هذا الجانب صالحه صحيح. مش يعني يمكن تفضل مثل ما تفضلت قبل، يمكن لو ما مشت اموره من رحم توصل يحصل له وظيفه، لكن مش احنا بتشوف الوقت الحالي يمكن الجامعي ما يحصل له وظيفه صحيح. يعني في الوقت الحالي حتى عنده وانا ما اتكلم عن ترى الان 2000 احنا نتكلم نقول 5 سنين فاتت لا سنوات اللي قبلها، نعم يمكن حتى الحين مش على الجامعي ما يحصل له وظيفه يعني بسهوله يعني، نعم. مو بس يعني اللي عنده شهاده متوسطه يمكن ما يحصل له ما تقدر يشتغل يعني اساسا، لكن الحين الجامعي مثل ما تفضلت مش قبل تقول انت
اللي حصل مشاهده متوسطه من سهوله انه يحصل له وظيفه، لكن احنا الجامعي مو من سهوله يحصل وظيفه. فبالتالي هني الاسره، هني الاسره تراقب الولد فيه بالضبط، خاصه في المرحله الثانويه يبوش عليه يكون يجيب معدل بحكم انه يبونه يدش الجامعه عشان يحصل لما عقب ما يتخرج الجامعه يكون له اترك الرياضه بمعناه لا تفكر في الرياضه اذا كانت تعيقك يعني. بالضبط يعني الرياضه الحين مش للاسف يعني صارت مثل ما تقول يعني في مشاكلنا العشر سنوات اللي فاتت هذه ما صار شيء جاذب حتى حق الاهالي، يعني مثلا احنا قبل اذا اهلك يبونك تطلع من بيتك وتروح النادي يروح نادي تطلع طاقتك بالنادي، لكن الحين العكس للاسف يعني يسحبونك من النادي او من برا يدشونك بيت عشان انك تدرس. فالوضع مو مش على تغير رياضيا خلينا نقول عندنا في الكويت بالامانه. يعني انا اتفق مع كلام صالح، يعني فيما يتعلق في الجانب الدراسي يمكن يعني صار التركيز على الجانب الدراسي اكثر من الجانب الرياضي، وصار يعني صارت الشهاده اللي عندك هي سلاحك، سلاحك اللي تحارب وتقاتل فيه على ميدان العمل. يمكن انا فضل سبحانه وتعالى انه يعني كان الطموح عندي شويه اعلى، فيعني حتى دخولي لمجال كره القدم ما كان يعني كان طريقه صدفه، يعني كان عندي اهتمامات اوليه اهتمامات دراسيه، يعني كان عندي اهتمام اني انا والله لا يعني يمكن غالبيه ربع اللاعبين يمكن كملوا كلهم يعني في الجانب الرياضي في التربيه الاساسيه في الجانب الرياضي، يعني كان همي ان لا والله باخذ شهاده جامعيه في تخصص معين ما يكون رياضي. وفضل الله سبحانه وتعالى قدرت اني اكمل البكالوريوس، حاولت اني معدل مهم عشان اطلع في بعثه دراسيه، وكملت الحمد لله الماجستير وكملت دكتوراه. عشان كذي بوقف عند هذه النقطه بقول للمشاهدين يعني اسمحوا لي ابنائي يعني لا ناديتهم لا الاستاذ صالح وهو استاذ ومربي ان شاء الله فاضل، حمد الطيار الدكتور ما شاء الله وتخصص يعني لاول رياضي يكون مدرس في جامعه الكويت، وهذا ليس من السهل شلون، لكن كلهم ابنائي نادي صالح ونادي حمد ونادي كذا، لكن مفضل الله سبحانه وتعالى اصبحوا اذا كانوا نجوم كانوا في 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 عالم الرياضه وعالم كره القدم، فهم مفضل الله سبحانه وتعالى الان قاعد يؤدون رساله كبيره وهي العلم والتعليم. عشان كذي بس حبيت انا انوه بارك الله فيك حمد. لا بالعكس يعني احنا تلاميذك الله يبارك فيك، انتم ابنائي واخواني وتاكدوا يعني انا افرح وغيري يفرح، من يعشق الكويت ويحب الكويت يفرح عندما يرى هذه النماذج فضل الله العمليه، مي عملت كره قدم ولا عملت اي رياضه من الرياضات، عندما اشوفها اوكي يكون لاعب انا ابي لاعب، نعم ابي منتخب الكويت لكره القدم، ابي منتخب الكويت لكره السله، لكن لابد يمشي في خطين متوازيين صحيح، العلم والهوايه والرغبه في 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 اي رياضه ما، لان الرياضه اصبحت ثقافه مجتمع صحيح، ثقافه شعوب والدول كلها تحرص على هذا الجانب. لذلك يمكن انا خذيت جزئيه مختلفه تماما شوي عن اخواني، اني انا اتجهت لاتجاه نفسي فدرست في علم النفس، فانا الحين ادرس او يعني راح في مجال نفسي ولا لا علاقه في الرياضه ابدا، فخذيت منحه غير عن اخواني الرياضيين اللي كلهم اتجهوا اغلبهم اتجاه الرياضه، لكن خذيت منحه نفسي رياضي، يعني مثل ما يعني مثل ما الكثير عارفين الترابط او الربط ما بين علم النفس والرياضه هو ارتباط وثيق، وكثير من دراسات اشارت ان علم النفس يعني حتى في الجانب الرياضي في اللاعبين قلق اللاعبين قبل المنافسه، شعور اللاعب، خلق حافز، خلق دافع، كلها امور مهمه للاعب قبل خوض المنافسه. يمكن احنا وايد نتغنى انه والله في ضغط حق اللاعبين، في ضغط نفسي، في زين من الشخص اللي مفروض انه يستخدم هذه الضغوط بطريقه صحيحه لتاهيل اللاعبين. يمكن في الكويت احنا او حتى بروح للخليج انه يعني في يعني ما عندنا شخص مختص في جانب نفسي، لا نؤمن اساسا حتى لو كان موجود، نعم يمكن لا نؤمن نعم علما، انا وانت متاكد انت يعني علمك اكثر مني في هذا الجانب، زين كثير من المنتخبات الراقية والمتقدمة والمحترفة نعم عندهم هذا الجانب النفسي موجود من صحيح ضمن المنتخب او صف الفريق او يعني حتى شيء يذكر مثل ما ضاف حمد ومثل ما تفضلت ابو مشعل، ان سنه من السنين كان احنا بالامانه منتخب كان يعني جلبوا معانا الدكتور محمد ثويني كان الله يذكره بالخير، هو كان دكتور علم نفس رياضي في كليه التربيه الاساسيه، فجلبوه معانا فاحنا وقتها ما يعني دكتور علم نفس حقايبنا معانا فما كنا نفهم بالامور هذه بالامانه، لكن مثل ما تفضلت مش عن جميع يمكن المنتخبات او المتقدمه انه لازم يكون عندهم دكتور نفسي معاهم، مو شرط احنا مشكله مش احنا نفهم دكتور نفسي يعني لازم في يعني واحد يعني شو من شمعنا مينون، لا ما له شغل، في واحد يرتبك من المباراه الكبيره، في واحد يرتبك من الجمهور، هذا من اللي يعالجه؟ العالجه هو نفسه يعني شيء مختص بالنفس
يعني الحين حمل الطيار مستقبلا اي منتخب محتاج يروح يحمل الطيار. يمكن انا الاختلاف اللي صار عن يمكن حمد يربك زياده انا يمكن الاختلاف اللي صار عن بقيه الموجودين في الخليج يمكن حتى الدكتور محمد هو دكتوري واستاذي وافتخر فيه. الخلفيه مالتهم كلهم كانت رياضيه، يعني كلهم درسوا بكالوريوس رياضه، ماجستير رياضه، دكتوراه في الرياضه، وسووا موضوعهم له علاقه في علم النفس. انا جاي باتجاه مختلف، انا جاي البكالوريوس علم النفس والماجستير علم النفس والدكتوراه في علم النفس. علاقتي في الرياضة اني كنت لاعب منتخب يعني فقط. اي يمكن يعني ونادي كاظمة لا تنسى نادي كاظمة الاساس. فيعني الخلفية النفسية قد تكون يعني لان احنا نتعامل يعني انا اتعامل مع 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 امور نفسية، ولكن دخلت الرياضة انا كنت لاعب منتخب، فعلاقتي في الرياضة كوني يعني مارست وكانت عندي خبرة رياضية فيما يتعلق في الجانب هذا. فلذلك يكون يعني هم يحرصون في الاندية الكبيرة او في حتى في الفرق الكبيرة اللي تتكلم على الدوريات والبطولات الكبرى، يحرصون على الشخص اللي يكون يعني يكون اخصائي نفسي، يعني يكون مؤهل في الجوانب النفسيه للتعامل مع اللاعبين، وبعد ذلك يعطى بعض الدورات لها علاقه في التعامل مع اللاعبين. فهو يجب ان يكون اساسه نفسي وليس اساسه رياضي، فيكون اساسه نفسي عنده قدره وعنده مهارات في التعامل مع الحالات النفسيه، وبعد ذلك ياخذ دورات في الجوانب الرياضيه كي يتعامل مع اللاعبين. فيعني هذه جزئيه وايد مهمه عشان يعني طيب هل ما تعرضت له بفضل الله سبحانه وتعالى من حادث، وحادث الله سبحانه وتعالى يعني نجاك منه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى دعاء الوالدين زين، له جانب في هذا التخصص؟ هو يمكن انا يعني الحادث صار بعد كاس الخليج 18 اللي ب 2007، ويمكن يعني انا يعني محظوظ اني لعبت مع الاخوان وليس محظوظ في كره القدم، لاني وقفت كره عمري 25 سنه. لما توقف كره وانت عمرك 25 سنه معناته انت يعني ما لعبت شيء. هو ذروه اللاعب 28 سنه هو قمه مستوى اللاعب، ولكن كنت محظوظ اني لعبت صغير وايد ويا الاخوان يعني، فلذلك انه يمكن البعض يعتقد اني انا لعبت وايد، بس انه يعني الحمد لله راضي بالامر اللي صار لي. ويمكن لما تكون انت يمكن وقتك كان عندي بكالوريوس في علم النفس، فيكون عندك درايه في يعني في بعض الامور في بعض الامراض تكون التعامل معها نفسي اكثر ما هو يكون طبي. مهم انت كيف انك تنظر للموضوع وكيف انك تحفز نفسك وتعطي نفسك دافع في بعض الامور. فبلا شك يعني كان تأثير نفسي موجود من الحادث. اي بلا شك يعني كان موجود وكان في تأثير يعني احمد الله واشكره. الحمد لله رب العالمين. واسأل الله لا يريح حد مكروه. الله يطرح فيك البركه ان شاء الله ويجزيك خير ان شاء الله ويكثر من امثالك ويكثر من امثال ولدي صالح ايضا في في في, في مجاله. تكلم عاد شويه عن تاريخك الرياضي صالح وما قدمته للكره الكويتيه نادي السالميه. خلينا نتكلم عن جيلكم محظوظ حقق شيء، أولمبيا، كأس عالم، دورات كأس الخليج، يعني كل لاعب يفخر بالفترة اللي هو عاشها أن حققت يعني شيء مع نادي مع منتخب. مش يمكن بالأمانة يمكن من نادي يمكن من الجيل إحنا المحظوظين بالأمانة مع نادي السالمية، بحكم أن السالمية كان يعني مبتعد عن البطولات فترة طويلة، خلينا نقول آخر بطولة كانت لعبة الثمانينات، لكن بعد بسنة 92-93 هني حققنا. يمكن أنا لعبت صغير مع الفريق الأول، مش يمكن أنا كان عمري 17-16 سنة لعبت مع الفريق الأول. 17 سنة هي لعبت مع الفريق الأول. يعني كنا إحنا نلعب تحت 17 سنة أبو مشعل، فالقانون قبل بالاتحاد أعتقد يمكن ليه موجود إنه ما يصير تلعب مرحلتين فوق بعض، ما يصير ألعب مثلاً 17 و19 وفريق أول، لازم ألعب مثلاً 19 وفريق أول. إنما 17 وتنط. إيه فكانوا احنا انا ومجموعه من اللاعبين مثل انا وبشار علي عبد الرضا ناصر عثمان كنا احنا نلعب اوريدي تحت مرحله 17، فشطبونا من مرحله 17 سجلونا مع مرحله 19 عشان نلعب مع الفريق الاول. فانا بالامانه محظوظ اني لعبت بالفتره هذه، ان حققنا في بطوله نادي السالمية سواء الدوري مرتين، كاس الامير، كاس ولي العهد. بالامانه من زمان ما حققوها يمكن الاجيال اللي سبقتنا مثل نادي السالمية يمكن حققوها في قبل سنتين ثلاث سنوات اللي هو كاس ولي العهد. من بعد تحققنا احنا تقريبا 99 2000 كانت ايضا على نادي كاظم، يمكن كاس الامير على نادي كاظم، وكاس ولي العهد ايضا كان على نادي كاظم كان ايه. فبالامانه مع النادي كنت محظوظ بالامانه في الفقر بالفتره هذه اللي عايشت فيها. لعبت برمضان بالنادي لعبنا وايد برمضان، كان له تاثير على ادائكم؟ لا والله مو مش يعني بحكم رمضان يكون يعني بعيد شوي يعني فتره يعني الفطور كان، بس كان دائما النادي كان يحرص علينا يوم المباراه كنا نعسكر بالفندق
يعني فطورنا يكون بالفندق مع بعض، ولين طلعتنا للملعب حق مباراة نروح يعني بالبيوت، لكن ما كان في تأثير بالأمانة بحكم إنه كنا نلعب بالليل يعني بعد الفطور بثلاث ساعات أربع ساعات، فأعتقد إنه يعني القوة يعني ردت حق اللاعب من بعد الأكل والمربى، لكن ما كنا نكثر يعني بالأمانة، يعني مثلا إذا بتكثر راح يطلع لك عادي بالملعب، فكنت آكل أكل معقول يعني. مع المنتخب مشعل بالأمانة محظوظ يعني محظوظ ومو محظوظ من ناحية إمكان، مو محظوظ من ناحية البطولات الخليجية، يعني بطولتين خليجيتين يمكن حققناهم داخل الكويت، في البطولتين انا كنت متعور قبل التصفيات وكنت استبعدوني بحكم اللي هي اي دوره 14 15 رديت شاركت اللي في عمان وفي في البحرين، لا بالسعوديه 15 رديت شاركت فيها اي، لكن طلعنا حصلنا على المركز الثالث اي. 17 شاركنا فيها اللي بالامارات، 17 اللي في قطر، 18 اللي في قطر، قطر اي اللي بعمان ما كنت معاهم ايضا، استبعدت في من قبل البطوله باسبوع. والسبب؟ السبب كانت عندي اصابه سويت عملية، وبالكويت 16 ايضا ما كنت يعني ما شاركت فيها ايضا، كنت ايضا مسوي عمليه كنت في المانيا، اصابه كانت في الركبه، لكن تعتبر هذه يمكن خيره لي لان كانت يمكن من أسوأ بالامانه من أسوأ بطولات من أسوأ البطولات المنتخب الكويتي، كانت البطوله اللي بالكويت هي خليج 16. فمع البطولات الخليجية أنا ماني محظوظ بالأمانة، لكن ربعي يمكن أكثرهم حققوا بطولات بالبطولات الخليجية. الأولمبي الحمد لله، يمكن أولمبي واحد شاركت فيه أنا اللي هو أولمبي سيدني، اللي تأهلنا فيه إلى أولمبيات سيدني أعتبره إنجاز بالأمانة. تصفيات كأس العالم للأسف يعني جميع اللاعبين حقبتنا خلينا نقول من الجيل الذهبي وإحنا صاعدين، يمكن للأسف إنه وصلنا لأدوار خلينا نقول سبعة يعني تصفيات 98 وصلنا لأدوار خلينا نقول اللي توصلنا خطوة توصلنا، لكن خسرنا في مباراة كانت ضد منتخب البحرين. نعم أعتقد كانت يعني من أسوأ يعني الأخبار لنا صراحة بالله، يعني خلينا نقول إحنا كرياضيين يعني كنا يعني خطوة نوصل إن شاء الله التصفيات، يعني خلينا نقول للتصفيات اللي بعده كانت إنه فترة يعني خلينا نقول يعني كان لنا مجال كبير إن نتأهل، كان من افضل المنتخبات بالامانه في جيل التسعينات، واذا كان المدرب على ما اعتقد كان دوشان في هذه الفتره، لكن بالامانه الظروف ما خدمتنا، يمكن خسارتنا من البحرين في بلنتي كان الله يسامح احمد جاسم مسي عليه بالخير وبارك له بالشهر اللي طلع برا صار بلنتي برا 18 اي نعم، يمكن احمد جاسم ليومك يعني يذكره حتى في برامج يعني يذكره انه هو متحسف ايضا على المباراه هذه، لكن هذه المباريات مو شيء بالشيء يذكر. قبل شوي الفطور كابتن سعد الحوطي فيصل الدخيل يتكلمون عن طامة كبرى بالنسبة إلى برشلونة لما انهزموا من ليفربول بأربعة أهداف، كان سعد الحوطي لا مو هذه الطامة، يمكن نتيجة تكون طبيعية مو يومك صحيح كفريق صحيح، لكن الطامة الكبرى عندما تخسر هدف في هدف في آخر لحظات المباراة، وهذه مثلا الهدف هذا يحقق لك يا اما انتقال الى مرحله قادمه مثلا نهائيات او ما شابه او بطوله، قال هذه هي المؤثره والحسره فيها على والحسره اكثر صح؟ صحيح صحيح، هو يعني بلا شك الاهداف اللي تكون قاتله ويعني في اخر الوقت تاثيرها على الفريق اكبر، يعني هذا النقطه ما فيها خلاف، يعني وحتى الجزئيات تفضل فيها صالح، يعني جزئيات مهمه فيما يتعلق في يعني يمكن احنا الشيء بالشيء يذكر صالح هو قاعد يذكر الانجازات الحقنة السالميه، كان يمكن اغلبها كان احنا لسوء حظنا كنا نلعب وياهم نهايات، كان هذه كاظمه، يمكن انا يعني كنت محظوظ اكثر من صالح، انا لعبت فريق اول عمري 16 سنة يمكن وثلاث شهور او اربع شهور، لان كنت يعني كانت في حقبه كبيره وفي مجموعه لاعبين يعني كثر في نادي كاظمه وكانت في نهاياتهم، فصعدونا احنا كمجموعه لاعبين عشان ناخذ مكان اللاعبين هذيلا، فيعني كنا محظوظين في جزئيه ان احنا لعبنا وايد صغار، ويمكن الشيء اللي يعني انا احمد الله عليه واشكر الله عليه يعني ان احنا اخر محفل عالمي شاركت فيه الكويت كانت اولمبياد سيدني، يعني هذا اخر محفل عالمي شاركت فيه الكويت. باجي عندي دقيقتين تفاجات يعني يقولون لي هالدقائق تفضلت وقلت 16 17 سنه للفريق الاول، هل هذا الوضع الطبيعي من الممكن او عندما تجود الارض والملاعب على مجموعة من اللاعبين عشان ينتقل، ولو كان سابقيكم حمد محمد لعب اختياره لدورة كأس الخليج 1970 عمره 16 سنة وإن كان على دكة الاحتياط بس اختيره للمنتخب صحيح. هل وضعنا الحالي من الممكن نجد هذه
ابو مشعل احنا شو المشكله الحين في منتخباتنا؟ يمكن يمكن نتكلم نقول منتخبنا ما في لاعبين صغار، لان انت اذا لاعب بالنادي ما يعني ما تحجز لك مكان بعمرك ال 17 18 سنه، ما راح يعني نادر ما تحصل لاعب ابو مشعل في عمر انه هو اساسا يلعب في الفريق الاول يحصل له مكان. يعني حتى ما قال حمد لعب عمره 16 سنه، انا لعبت عمري 16 سنه، وجميع اللاعبين اكثرهم يعني خلينا نقول جينا لعب بعمره صغير اللي كمل المشوار، لعب في فتره وهو كان صغير مع الـ مع الـ مع الـ مع, الـ مع, مع النادي، فحجز له مكان وهو صغير. لكن لما انت تنطر لما توصل مرحله، يمكن احنا عندنا مشاكل بجميع الانديه يمكن تتكلم فيها كذا برنامج، انه وين اللاعبين الصغار؟ ما نشوف اللاعبين قاعد يطلعون من اللاعبين الصغار. انا ابو مشعل لعبت منتخب الاول قبل ما العب منتخب الاولمبي، يعني انا عكس، يعني انا لعبت المنتخب الاول يمكن لعبت يمكن ثلاث سنوات من 96 انا العب بالمنتخب الاول، المنتخب الاول مشعل لعبنا تصفيات سيدني ب 99 صحيح. يعني تخيل المنتخب الاولمبي لعبت عقب ما لعب المنتخب الاول بثلاث سنوات. فالاوضاع هذا ما قاعد نشوفه الحين، منتخبنا الحين الاولمبي ليش مو قوي مشعل؟ يعني ثلاث ارباع ما قاعد يشاركون مع الفريق الاول. والحديث هذه في امور احمد تتعلق حقيقه. والله انا سعيد بوجودكم، وانا سعيد حقيقه اني التقي بشخصيتين من الرياضيين اللي يسعدون القلب والله ويشرحون القلب. احنا والله شرفنا صالح البريتشي لاعب ونجم في 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 كره القدم واصبح استاذ ما شاء الله تبارك الرحمن في كليه التربيه الاساسيه، الدكتور حمد عبد الله الطيار الان ما شاء الله ودكتور متخصص في جامعه الكويت في علم النفس، هذه من فضل الله سبحانه وتعالى. أنا أقول الله يهني أسرتكم فيكم ويبارك للكويت فيكم إن شاء الله، أبناء صالحين يا رب العالمين في الشهر الفضيل اللي أدعو لكم يا رب العالمين. تأكدوا أني أنا الليلة يعني سعيد جدا بوجودكم معي، كل ما أتمنى الله يطول في عمركم يطرح فيكم البركة. بارك الله فيك صالح بريتشي أستاذنا وأستاذنا أيضا الدكتور حمد، بارك الله فيك. أنت لك كل الشكر وكل التقدير، والله يطول بعمرك إن شاء الله يا رب على الطاعة، وتتم إن شاء الله سنوات وسنوات وسنوات تزهى وتفرح ونفرح بشوفتك في القناة الثالثة، ودائما الله يمدك بالصحة والعافية. الله يجزيكم خير، الله يجزيكم خير، الله يجزيكم خير. مشاهد الكرام باسمكم تقدم الجزيل والشكر والتقدير لإخواني وأبنائي الأستاذ صالح البريتشي النجم الكبير في نادي السالمية ومنتخبنا الوطني، والدكتور حمد عبد الله الطيار أيضا نجم نادي كاظمة ومنتخبنا الوطني. كل عام وأنتم بخير، غدا لنا لقاء إن شاء الله، مع السلامة.